فرصة كبيرة جدا، فرصة عظيمة جدا إن أنا أهنيه وأشكره على أدائه وعلى هدوءه وعلى سكوته وعلى مشاركته لمنتخبنا في الأداء الرائع اللي حصل في كأس الأمم الأفريقية الماضية. على فكرة بقى أنا عايز أقول لكم حاجة، من اللاعبين الواحد بيقعد يدردش مع اللاعبين، كابتن ضياء السيد كان من العناصر المهمة الأساسية في تحفيز اللاعبين، في دعم اللاعبين، طبعا طبعا في الشغل الفني والمشورة مع كارلوس كيروش، مع وسط الكلام الكتير اللي كان بيتقال دمه تقيل وإشاعات كتيرة، بس الراجل ده دايما بيحب المنتخب، بيحب يشتغل لمصر، والأهم إن اللاعبين كمان بيحبوه جدا وبيثقوا فيه جدا. الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني. يا كابتن ضياء صباح الفل، مشرف ومنور. صباحك فل يا كيمو، وبعدين التهنئة جت متأخرة شوية على برنامجك القوي ده حبيبي والجميل، وربنا يخليك. كلام يعني العمل الجماعي طبعا، مش انا بس، ده شوقي وعصام ووائل والطقم الاجنبي روجر ودياب وميكي، وطبعا رأسه المديرنا الفني الكبير كارلوس كروش. هقول حاجه كده تفصيله بسيطه بسيطه كده، ايه في السر يعني، انا كنت بخش اكتب تويتات فيها إشادة كبيرة بكارلوس كيروش في الوقت اللي كان بيتقال إيه؟ أصل الكابتن ضياء السيد زعلان من كارلوس كيروش، وكارلوس كيروش زعلان من الكابتن ضياء السيد، كان أول واحد بيدوس اللي هي اللايك يعني عشان أفهم الناس على تويتر، الكابتن ضياء السيد. بتفهم اللايك دي إن أنا إن أنت أنا فاهمني وأنا فاهمك. 100%. بقول لك أنت صح. صح كده، اللي هو بين السطور، اللي هو يا جماعة ما هو لو الراجل ده زعلان ولا حاجة ولا متضايق من اللي بيحصل. هو الراجل ان كريم فاهم القصه بشكل كويس، مع ان كل الزملاء اللي اثروا الموضوع ده كلهم زي كريم كده، لو انت ما كلمتنيش يعني، صح؟ بس انت عارفني طبعا. لو حد فيهم وهم كلمني، احنا بنكلم بعض عموما، لو حد فيهم كلمني كنت شرحت له، يعني كنت شرحت له ايه الوضع وايه اللي بيحصل على الاقل في التليفون، لكن انا ما كنتش ببادر ان اتكلم، بسيب الناس اللي عايز يتكلم يتكلم، لانه عندنا وقت شغل، ما عندناش وقت. لو تعمل اناليسز للفتره اللي الراجل جه فيها واحنا جينا معاه، هتلاقيها 4 شهور. 4 شهور داخل بعد اسبوعين ليبيا، جابون، انجولا، مطلوب انك تطلع اول مجموعه وتروح كاس عالم، بعد كده تخش في بطوله عربيه ما كنتش انت اللي مخطط ليها، بس بقت موجوده، المفروض تخطط لها هي وبطوله افريقيا. فانت خططت بطريقه ما عجبتش 90% من الناس. الراجل خطط وحط مبادئ ليها بلعيبه جديده، بوجوه جديده، بناس جديده، لان في عدم وجود المحترفين، فما عجبتش حد كتير. كان فيها ماتشات كويسه وكان فيها ماتشات مش كويسه، لكن ظهر فيها لعيبه كويسه، لعيبه ما حدش كان يشوفها، ما فادتنا في دخلت على البطوله الافريقيه، ما بين انها هتتلعب، لا مش هتتلعب، لا هتتلعب. رحنا بالمجموعه اللي معانا فيها حوالي 8 أو 9، اول مره يلعبوا بطوله افريقيا. كان المفروض انك تخطط بشكل كويس. الهجوم كان ان الراجل بيقول انا جاي لكاس العالم، ودي حقيقه، الاتفاق معاه على كاس العالم، لكن لا، احنا رواد في بطوله افريقيا، والراجل واصل له ده بشكل كبير جدا، وعارف انه لازم تأدي بشكل كويس، لان انت منتخب مصر اكتر منتخب واخد البطوله الافريقيه، وانت في الرياده. كابتن ضياء، انا هقف عند الحته دي، انا مش هاخد منك حاجات من اسرار العمل، ولكن انا لا انا مش هديك اسرار عمل. انا عارف انا لسه عارفك النهارده. لا، ما انا هحاول اخد الحاجات البعيده قوي. كل ده اطار عام. لا، ما انا عارف. لا، ده السؤال اللي جاي ده انا بمهد له. بس هو دلوقتي الراجل ده وهو قاعد في اوضه اللبس بيقول للعيبه مثلا، احنا نازلين النهارده مباراه في كاس الامم الافريقيه ولا في البطوله العربيه عايزين نخسرها مثلا، عشان انا مش فارق معايا، انا اهم حاجه عندي كاس العالم، ولا كان بيقول للناس عايز اكسب وعايز اخد البطوله؟ انا دي كنت بطلع اقولها انا لوحدي، اكيد يا جماعه الراجل ده ما بيخشش طول الوقت بيقول لنا وبيقول للعيبه انا جاي العب 7 ماتشات. محدش يكلم، حتى قالها الاستاذ جمال علام. حتى الاستاذ جمال علام ممكن يكون اتفاجئ بيها لما الشارع الرياضي بعد البتاع قال لا الراجل لازم نلعب و و و، فهو لما جه وشاف على الطبيعه وعاشرنا بشكل كويس، لا الراجل كل طول الوقت بيقول له يا جماعه انا جاي العب 7 ماتشات، يا رجاله انا جاي العب 7 ماتشات. حط في تفكيرك ان احنا ان شاء الله جايين نلعب 7 ماتشات، يعني ايه تلعب 7 ماتشات؟ يعني تجتهد وتسيب الباقي على ربنا وتوفيقه والكوره، ممكن ما كناش كملنا. لكن ده نوع من انواع التحفيز والثقه في اللعيبه المختاره منه.
ومن الجهاز وهم وثقوا فينا وصدقوا ده. عارف لما بترمي عنوان ولازم الناس تصدقه، مش بيقول لك يسوي كان، مش زي هم الاجانب بيقولوا احنا لا ليه. فاحنا مع بعض صدقنا ده، وعشان ده العمل الجماعي انتج حاجه كويسه. العمل الجماعي اللي هو فيه الحفاظ على اوضه اللبس مع قائد كبير اسمه محمد صلاح، ازاي لمم اللعيبه، ازاي بيتكلم معاهم، ازاي بيساعدنا بشكل كبير، معاك مدرب كبير اسمه محمد شوقي، ازاي في الاجزاء اللي بناخدها انا وهو بنعملها مع اللعيبه في الكواليس، معانا وائل جمعه كمدير كوره بيوفر كل الحاجات المتاحه، معانا مدرب حراس مرمى جاي هيبقى كبير جدا ان شاء الله اسمه عصام، معاك جهاز طبي انا بشوف انه جهاز عالمي بقياده الدكتور محمد ابو العيله، كلهم عملوا دور في الوقت ده في عمليه الريكفري، في عدم وجود امكانيات، في عمليه حصار الكورونا في 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 الوقت ده، في الزيطه المعموله اللي انت عارفها في وسط الفرق هناك مع الاقامات. معاك الناس بتوع اتحاد الكوره جولنا وعاشوا معانا ثلاثه، اللي هو مشهور من اول يوم لاخر يوم، وبعد كده الاستاذ جمال علام، وبعد كده الاستاذ خالد الطرندلي. فعايز اقول لك انه الناس لما شافت ان في اجتهاد وفي عمل جماعي ماشي بشكل كويس، كل واحد عارف دوره، معاك عمال اوضه لبس محترفين، انا بقول محترفين لانه حصل موقف انا اشدت بيه قبل كده في الماتش اللي اتعور فيه محمد شريف في كوت ديفوار والفانيلا اتغرقت الدم، الراجل بيلف بيقول لي ضيع تيشيرت، لقيت عبد الله واقف ورايا والتيشيرت في ايده بتاع محمد شريف. فعايز اقول لك انه كل الناس واخده بالها من شغلها. فده عمل جماعي، ده عمل جماعي ربنا حط عليه سحابة التوفيق الحمد لله ان احنا ارضينا الناس والشارع الرياضي، القيادة السياسية حست بيك بقت حاسة بيك وبتبعت لك، الوزير معانا في كل ماتش من ماتش كوت ديفوار، من بعد ماتش كوت ديفوار. فعايز اقول كل ده نتاج عمل جماعي. اللي انا عايز اقوله في اللي جاي قبل ما تسألني، عايزين ننسى كل ده ونفتكر ان احنا عندنا شهر عمل تاني جماعي. احنا ابتدينا، احنا كجهاز ابتدينا مع الراجل وكلفنا بحاجات كتيره جدا بنعملها. عايزين كل الناس، انا شايف في تكاتف، قرار ال 60,000 ده بنشكر عليه البلد وبنشكر معالي الوزير اشرف صبحي. جمهورنا انا عارف ان جمهورنا هيقوم بالدور الكبير، نتمنى من الله انه لحد ما نوصل للماتشات تكون كل اللعيبه جاهزه، ما نكونش في اصابات تاني الحمد لله. والمردود الفني يرضي الناس ونوصل كاس عالم بامر الله يا رب. طيب انا قريت خبر يا كابتن ضياء ان كارلوس كيروش اداكوا تكليفات ان انتم موجودين في تدريبات الانديه، الخبر ده صحيح؟ صحيح وابتديناه. هايل. واحنا هو عايز يعمل حصار لكل اللعيبه، كل اللعيبه اللي كانت معانا واللي مش معانا، حصار ان الناس كلها تعرف انه ممكن انا اجي من بعيد، ممكن كريم يجي من بعيد. عظيم. محتاج انه بيجتهد ان هو يبقى له دور كبير جدا في الماتشين دول. وده اللي احنا بنعمله من خلال كلامنا مع المدربين وكلامنا بزياراتنا، بنروح الماتشات وبنروح التدريبات. طيب كابتن ضياء انا حصار لان ما عندناش وقت. انت واخد بالك؟ انا سالتك السؤال ده، انا سالتك السؤال ده عشان ابني عليه سؤال تاني. انا ملاحظ من الاختيارات من اللعيبه اللي بتلعب، احنا شفنا في كاس الامم الافريقيه اي لاعب كان بينزل يشارك كان بيأدي بشكل رائع جدا، حسيت وده نجاح الحمد لله. ما انا ما انا هقول لك بقى، انا حسيت انه في شغل علمي بيشتغل بيه كارلوس كيروش والجهاز كله، انه احنا بنشتغل على امور فنيه وبنشتغل كمان على الاستاتستكس والارقام اللاعبين ديت ومجهودهم. الكلام اللي انا حسيته ده حقيقي بيحصل؟ واكتر كمان. واكتر. سيبنا بقى عشان احنا بنتلسع 10 ساعات جوه الاوضه، ما بنطلعش الا مفرفرين يعني 10 ساعات بنعمله على طول طول الوقت طول الوقت. لك ان تتخيل يعني حاجه جزئيه بسيطه جدا، انت تبقى مخلص ماتش في كل الخناقات ال 120 دقيقه، واول ما ترجع بعد العشاء تخش الاوضه الله ضعك تبتدي تشتغل على الماتش اللي جاي. الاول تشتغل على الماتش اللي احنا لعبناه لسه مخلصينه، ونشوف لو نطلع الحاجات ويتقطع بسرعه، وبعد كده تبتدي يشتغل على اللي جاي. فلا الراجل زي ما انا قلت مدرسه تدريبيه ماشيه على الارض. انا عن نفسي يعني سعيد جدا ان انا بستفاد منه، استفدت جدا من محمد شوقي. محمد شوقي مشروع مدرب كبير، حسام الحضري مشروع مدرب كبير، وائل مشروع اداري كبير.
فانا اللي بقول ده لان انا سعيد بيهم، لانه العمل الجماعي ده انا مؤمن ان العمل الجماعي هو اللي طلع لك المشاريع اللي في البلد دي. والاراده طبعا، الاراده انك تشتغل في وسط اذا كان في صعوبات اقامه، في صعوبات نقد، في صعوبات مش عارف ايه، انك تركز في شغلك وتشتغل هتنتج بشكل. رايك ايه في الخبر النهارده اعلان تواجد 60,000 مشجع في المباراه ان شاء الله؟ ما ده كمان من ضمن العمل الجماعي، ان الناس حاسه بالمشروع الرياضي الكبير جدا. قد ايه وصلنا لكاس العالم هيفرق مع الناس، قد ايه انت عرفت بعد شفت ده، انت كنت هنا في مصر، احنا كنا حاسين بعد ماتش كوت ديفوار الشارع بقى عامل ازاي، واتلم تاني زي 2006 و8 و10 والناس التجمعات والحاجات دي كلها. ومن ماتش لماتش بتشوف الناس الوتيره بتعلى ازاي، والوتيره دي بتعلى من فوق، من اول القياده السياسيه لحد عندك للمسؤولين عنك للشارع، وهو الاهم الشارع بتاعنا ومزاج الشارع في انه يكون مبسوط من المنتخب ومبسوط من ادائه. حاسس ان ده الاحساس ده بينعكس على اللعيبه على فكره. بينعكس انعكاس ان كل واحد بيضحي بنفسه في انه يموت نفسه لاخر وقت. عشان كده اجابه السؤال بتاعك انه اللي بينزل، يعني ما فيش منتخب لمصر في بطوله افريقيه حصل له كم الاصابات ده من اول ماتش. طبعا يعني باك رايت وبعد لا انت عندك خط دفاع كامل بحراس المرمى، خط دفاع بحراس مرمى وفتوح ما ابتداش، صح، وبعدين سولية ما ابتداش. كل ده مع وجوه جديده بتنزل احنا واثقين فيها، فالولاد عندهم الدافع ده، بيأدوا كويس، بيأدوا بشكل احترافي كويس، بيدونا ثقه وتوصل للنهائي بعد 120 دقيقه 320 دقيقه. بيبقى عندك الباك رايت اللي لاعب ثلاث ماتشات جامدين موقوف بيلعب امام، حاجه تفرح. صح، الجدعنه والروح والاداء. انت عارف يا كابتن ضياء احنا وصلنا لمرحله ايه؟ يقول لك النهارده اللاعب ده هيغيب للايقاف، اللاعب ده هيغيب للاصابه، عادي مش مشكله، ما هو اللي هيبقى موجود على الدكه هيأدي بنفس بنفس المجهود. ده من ضمن النجاحات في الوقت القصير، انك انت شفت لعيبه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبعد عنهم الغرور ويبعد عنهم الاصابات، وهيعتمد عليهم منتخب مصر. وعلى فكره احنا مش مخللين، الناس بتزق فينا عشان احنا جينا بعد جهاز كان قبلينا جهاز محترم، والجهاز اللي فات كان جاي بعد جهاز قبليه، والجهاز اللي قبليه كان جاي. المهم ان البلد والمنتخب يبقى كويس ويكسب، مش مهم بمين، مش مهم بمين، انت واخد بالك. المهم ان اللي يجي يخلص في الحته دي، واحنا بنعمل ده الحمد لله. عشان كده بتلاقي كلامنا قليل جدا، انا يمكن امبارح والنهارده بس اللي اتكلمت. صحيح، بتلاقي ان احنا ما عندناش وقت، الراجل يقول لك احنا ما عندناش وقت، الوقت قليل، وفعلا مش هيبقى عندنا وقت. الوقت قليل الفتره اللي فاتت. بقول لك كل ده النتاج اللي انت مبسوط بيه، او الحمد لله ان انت كاعلام من اعلام مصر مبسوط والشارع مبسوط، ده نتاج شغل 4 شهور فقط لا غير. ايوه، مشروع كره القدم لازم يقعد 4 سنين يا كريم. ايوه، لازم يقعد 5 سنين. اي مشروع، واتمنى ان انه زي ما الجمهوريه الجديده بتتعمل على 10 سنين و12 سنه، اتمنى مشروع كره القدم لانه مهم جدا للشارع المصري، وانا واثق في اتحاد الكره وفي الناس المسؤوله المحترمه انها هتفكر في ده بشكل كويس. انا فاهم كلامك، وتقريبا بقوله كل يوم وبقوله وقلته كمان لما كان اللي هو حلو مشهور كان معايا هنا، انه التجديد للراجل مش يعني التجديد للجهاز الفني مش عشان والله انا مطش... انا 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 الراجل مبسوط بيه جدا، وانا يعني احترمه مشروع يعني بقدره وبقدره كبروفيسور او كمشروع مدرب كبير جدا. انا عن نفسي استفدت، انا عايز البلد تستفاد باي مشروع باي حد. صح، انت واخد بالك، باي حد، انه التفكير يبقى ده. ان احنا ضيعنا وقت كتير السنين اللي فاتت في ان احنا ما نعملش ده، ان ده هينعكس بشكل كبير جدا على الرياضه كلها او على الكوره كلها يعني. طيب انا مش هسالك السؤال بشكل واضح ومباشر عشان ما اسمعش برضو اجابه هي الواضحه انه الباب المنتخب مفتوح للجميع. انا هسالك بشكل اذكى شويه او بشكل علمي اكتر، نسبه كام في الميه ممكن يحصل تغييرات في قائمه المنتخب اللي جايه؟ يعني انت حاطط مثلا هامش نسبه قد ايه ممكن نعمل فيها تغييرات؟ الطبيعي مش هتغير في القوام الاساسي. انا اتمنى انه كل لعبتنا تبقى ربنا يبعد عنها الاصابات. اولا انت عارف عندنا 6 7 جولات تقريبا يعني، انت واخد بالك، وفيها جولات في افريقيا وفي المحترفين بره عندهم لحد يوم 20. فالاجابه عن
النسبه ومش النسبه ما اقدرش احددها، لكن عشان كده احنا بنشوف كل الناس. زي ما بقول لك ممكن حد يجي من بعيد اجتهد ومجتهد وبشكل كبير جدا. طبعا انا عارف هتقول لي انت بتضحك عليا، ما في حسابات خبره وفي حسابات ناس كانت موجوده لكن حسابات بذل الجهد والمستوى وعدم الاصابه ده هامش مهم جدا. هامش مهم جدا جدا في مرحله الماتشين اللي جايين. فالهامش موجود لكن ما اقدرش اقول لك بنسبه قد ايه. ما اقدرش، لكن اتمنى ان كل الناس تبقى في توب فورم لحد ما نوصل ليوم 25 باذن الله. عايز بقى السؤال الاخير ده ليك انت كمدير فني سابق لمنتخب شباب مصر. اليوم منتخب مصر الاول القوام الاساسي او اعمدته الاساسيه في كل الخطوط هم لاعبين من الجيل الرائع اللي انت اشتغلت معاه في منتخب الشباب، هم الان بعد 10 سنوات تقريبا واكتر هم قوام الاساسي لمنتخب مصر الاول. انا بكلمك على حجازي في الدفاع والنني في وسط الملعب ومحمد صلاح طبعا في خط الهجوم. احساسك انت الشخصي بقى في الامر ده؟ لا احساسي هو ده اللي بيحصل، اللي حصل مش معايا انا بس طبعا، ما معانا مجموعه لا باس بها ممتازه من جيل شوقي غريب. فشوقي عمل دور كبير جدا معانا، فتوح معانا عاشور طبعا طبعا يعني ده ومعانا مصطفى محمد. انا جاي لك في اللي يخصك. فانا بقول لك، عايز اقول لك مش عايز اخص نفسي بحاجه. طبعا انا سعيد بيهم وانا موجود في وسطهم وعارف قد ايه هم سعداء بيا، عارف ده الاتصال جوه واحنا في اوضه اللبس، لكن طبعا ما فيش فروقات، كله بيتعامل واحد، كله بيتعامل زي الفل. عشان كده وصلنا لنتيجه كويسه ان روح اللعيبه كلها على قلب رجل واحد يعني. لا طبعا بتبقى سعيد، وده الغرض من وجود المنتخبات اللي ورانا. المنتخبات اللي ورانا بالمواهب اللي فيها هي اللي بتصب، لان مصلحه الفريق الاول هي نمره واحد. عشان كده القاعده لازم تبقى فيها 80 لعيب على الاقل. عشان كده بقول لك محتاجين المشروع ده. المشروع ده كمان اللي ناقصنا فيه انه خمسه سته يطلعوا احترفوا. انت فاهم قصدي؟ يمكن انا محظوظ ان الجيل بتاعي فيه ناس كتيره، في ناس طلعت يعني وعلى راسهم صلاح، لكن احنا عايزين تبقى زي السنغال 23 لعيب في اكبر انديه اوروبا. صح. انت فاهم قصدي؟ في اكبر احنا مش اقل من ده، احنا لعبنا الكبيره، احنا لعبنا منتخب المغرب كلهم محترفين. لعبنا ساحل العاج كلهم محترفين، لعبنا الكاميرون 90% الكاميرون نفسها 90% منهم محترفين. صح. لعبنا السنغال كلهم محترفين. منتخب نيجيريا منتخب نيجيريا كلهم محترفين. صحيح. فاحنا لا بالعكس احنا مش اقل، احنا يعني كله كان مرعوب من اللعيبه بتاعتنا دي. فاللعيبه دي يعني فاتمنى ان الطاقه دي تتفتح للعيبه كلها باذن الله ان شاء الله. طيب القائمه ان شاء الله تبقى فيها لاعبين رائعين ومميزين. النهارده في الانترو يا كابتن ضياء كنت بتكلم بسبق يعني، يا جماعه لما القائمه تعلن ان شاء الله فيها لاعبين جدد، فيها لاعبين خرجوا من القائمه ندعم ونساند. انسى انسى، لا هيبقى في جدل، الجدل ده صحي. الجدل ده صحي لازم. مفيش قائمه تتعمل من ساعه ما الكره اتعملت مع منتخب وهتلاقي ده لا ليه وده ليه وده ليه بس هي يمكن قلت شويه بعد الناس ما وثقت في العناصر الجديده اللي لعبت وادت بشكل كويس، يمكن تقل شويه. لكن انا عن نفسي بتمنى التوفيق للقائمه اللي هتيجي يعني ايا مين ايا كان مين. لكن انا بطلب منك حاجه انت وزمايلك يعني، او مش بترجوها يعني، ان احنا ما ندخلش في الاستفتاءات بتاعه التفرقه يعني. من دلوقتي بشوف حاجه مزعجه، ما دمها تقيل. طب وانت قول راي، قول لنا رايك، الشناوي ولا ابو جبل اللي هنا؟ بلاش من دلوقتي نعمل الفرقه دي. ايوه الناس كانت كلها، احنا لعب ثلاث اجوان في البطوله. صح. ثلاث اجوان لعبوا وكلهم كانوا كويسين مع بعض. الشناوي واقف مع ابو جبل لما نزل، وابو جبل واقف مع الشناوي لما اتصاب، وابو جبل واقف مع صبحي وهو نازل ماتش المغرب في عز الوقت الصعب. انت واخد بالك؟ فارجو انه احنا نخف دي شويه. فلان ولا فلان، فلان ولا فلان، فبتخش غصب عنك للانتماءات. صح. احنا عايزين الحته دي قلت الحمد لله، ما صدقنا ان الناس رجعت للمنتخب. بتمنى ان يبقى اتجاهكم، انا طبعا ما اقدرش اقول لكم تعملوا ايه، انتوا ناس افاضل كلكم كاعلام، كلكم بنستفاد منكم. لما حضرتك تيجي تتكلم على مصلحه منتخب مصر، مصلحه بلدنا، هو انا بتكلم، انا كنت لسه بقول الكلام ده بعد اذنك يا كابتن ضياء، انه في حاجات ما فيهاش صح وممكن صح وممكن غلط. هو الصح واضح، الصح واضح ايه؟ ان احنا بندعم منتخب مصر، بندعم بلدنا لحين ما نشوف المباراتين وبعدها نبقى نتكلم. لكن قبل كده انا بتمنى ده، لانه احنا
يعني الجهاز المصري والراجل بذلنا مجهود كبير جدا، مش كبير، اللعيبه ساعدتنا، اوضه اللبس ممتازه الحمد لله، واللعيبه كلها روحها كويسه جدا، وكل واحد كان بيزق التاني ويدفعه عشان يلعب. لك ان تتخيل الناس كانت اللعيبه ملمومه على امام ازاي ومبسوطه بيه وهو بيلعب النهائي على ساديو ماني. لك ان تتخيل ابو جبل لما نزل الشناوي كان سعيد بيه ازاي، صبحي لما نزل الناس سعيده، بره وجوه الكلام ده، بره وجوه مفيش تمثيل. فوصلت دي، عايزينها تكمل وشويه بقى ايه الاثنين كلهم ده، كل اللعيبه كويسه. مش عارف انا بعد شهر ايه اللي هيحصل، ما اعرفش يوم المباراه مين، انت فاهم قصدي؟ لكن عايز كل الناس تبقى كويسه بحيث انه اللي يلعب ربنا يوفقه ويكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني، انا احييه بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ربنا معاك وربنا مع الجهاز الفني بالكامل ولاعبي منتخب مصر في مواجهتين في منتهى القوه والصعوبه امام المنتخب السنغالي، بس احنا اقوى واحنا اصعب ان شاء الله قدام السنغال باذن الله، ونصعد لكاس العالم 2022.